شكرا سعادتك وشكرا معاليك لوجودك في الميدان باستمرار، لأنه خصوصا في قطاع الزراعة المعيار هو وجود معالي وزير الزراعة في الميدان. نعم. مع المزارعين. نعم. يتلمس قضاياهم يعالجها، لأنه إحنا بنعرف هاي القضايا آنية وحيثية ولازم يتم التعامل معها بشكل مباشر. وسعادتك أنت دائما في مجلس النواب الموقر تطرحي قضايا دير علة بالتحديد، ولكن قضايا الزراعة والمزارعين في الأردن بشكل عام. هذول أبناء الوطن، هذول ملح الأرض، هذول اللي بزودونا بسلة الغذاء، هذول إخواننا وأبنائنا، إحنا فخورين فيهم. نعرف أنه في تحديات كبيرة عم نحلها إن شاء الله، وفيما يتعلق بالتحديد باللي صار من تسييل السدود، أنا وجهت سلطة وادي الأردن ومعالي وزير المالية بيصير في تقديم وتقدير لحجم الضرر اللي صار، وتم تقديره اللي فهمته، وإن شاء الله يعني يتم صرف التعويضات للمزارعين اللي تضرروا من التسييل السد. نعم، هون احنا يعني هذا يا اخوان هذا واجب الحكومة، يعني احنا شركاء. لما هذا السد سدنا، وهاي المياه الامطار الكو الحمد لله اجى الخير وتعبد سدودنا كلها، لكن لما بصير في شيء من يعني واضح مسؤولية مباشرة للحكومة عنه، نحن نتحمل المسؤولية ونساندكم في ذلك. وهذا القطاع قطاع استراتيجي بالنسبة لنا، وعم بسمع من معاليه عن المبادرات وعن الريادة، وفي منكم عم بيصدروا لبرا، في منكم عم بيزرعوا محاصيل بديلة للمحاصيل التقليدية اللي أكثر توفيرا للمياه، أكثر طلبا في السوق الأردني حتى نلبي احتياجاتنا ونستورد أقل من برا، بعضها مناسب جدا للتصدير لدول المنطقة ولأوروبا. فأشكر كل مزارع ريادي عم بيشتغل بعرق جبينه لبناء هذا البلد. إحنا هذا النموذج نحترمه ونجله، وإحنا هون عشان نقولكم الله يعطيكم العافية. وشو مطلوب مني، شو مطلوب من معالي، وبامون على سعادتها دائما، هي كمان إحنا تنقل الوجع وتنقل الطموح وتنقل الأمل، وإن شاء الله بمعيتكم بشراكتكم إحنا قادرين على تذليل كل الصعوبات.